شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد. إخواني لا تنسوا الشهداء، كانت وصية مسبلي حرب التحرير الوطني التي راح ضحيتها 1.5 مليون شهيد سنة 1989. وبمبادرة من تنسيقية أبناء الشهداء تم ترسيخ يوم 18 فيفري يوما للشهيد لتذكير وترسيخ ما قدمه الشهداء من تضحيات لتحرير الجزائر من الاستعمار. على غرار ذلك فإن اختيار هذا التاريخ تكريما لشهيد الثورة زيغود يوسف الذي ولد في 18 من فيفري سنة 1921 بقرية سامندو التابعة لولاية سكيكدا أنذاك. انخرط في سن 17 في حزب الشعب الجزائري وأصبح المسؤول الأول للحزب بعنابة سنة 1938. بعد انتخابه ممثلاً لحركة انتصار الحريات الديمقراطية انضم للمنظمة الخاصة التي أوكل إليها توفير الشروط الضرورية لاندلاع الكفاح المسلح، وكان لمجازر 8 ماي 1945 الأثر البليغ في انضمامه إلى الحركة. سنة 1950 ألقت الشرطة الاستعمارية القبض عليه بتهمة الانتماء إلى المنظمة الخاصة إلى غاية أفريل 1954 أين فر من سجن عنابة. في جوان 1954 اجتمع 22 من أعضاء المنظمة الخاصة منهم زيغود يوسف لدراسة المسألة، وجاء قرار إشعال نار الثورة وانبثقت عنها لجنة من 5 أعضاء للإشراف والاستعداد لتحديد تاريخ اندلاعها. هؤلاء 5 هم محمد بوضياف، مصطفى بن بولعيد، العربي بن مهيدي، ديدوش مراد، رابح بيطاط، ثم انضم إليهم كريم بالقاسم. عاد زيغود يوسف وديدوش مراد والأخضر بن طوبال وعمار بن عودة من اجتماع 22 إلى الشمال القسنطيني لإخبار المجاهدين الذين لم يشاركوا في الاجتماع بمختلف القرارات التي تم التوصل إليها وأن يكونوا على استعداد لليوم الموعود الذي تقرره لجنة 6. ليلة أول نوفمبر من عام 54 قام المجاهدين بعدة عمليات ضد الجيش الاستعماري في التوقيت نفسه عبر التراب الوطني. وفي تلك الليلة هاجم زيغود يوسف على رأس مجموعة صغيرة من المجاهدين مركز الدرك في سامندو، كما قامت أفواج أخرى بهجمات على عدة أهداف في الشمال القسنطيني. ومنذ الوهلة الأولى للثورة تأكد الشعب في منطقة الشمال القسنطيني من أنها ثورة لتحرير البلاد يقودها رجال أمثال ديدوش مراد ونائبه زيغود يوسف، فهب الشعب لمساعدة المجاهدين. وتأثر زيغود يوسف بذلك فقال كلاما ذا مغزى كبير، وهو أن هذا الشعب العظيم وعظيم جدا ولا يمكن أن يقوده إلا عظيم أكثر منه، وإلا كانت الكارثة الكبرى. وكان يعني بذلك أن هذا الشعب لا يندفع للتضحية إلا إذا كان قادته عظماء بأتم معنى الكلمة. وبعد 2.5 شهر من اندلاع الثورة وبالضبط يوم 18 جونفي من عام 1955 سقط في ميدان الشرف ديدوش مراد قائد منطقة الشمال القسنطيني، واستشهد معه 17 مجاهد بعدما حاصرهم 500 جندي فرنسي قرب وادي بوبكر بسكيكدا. بعد استشهاد البطل ديدوش مراد تولى زيغود يوسف خلافته، ومن موقع هذه المسؤولية قام بتنظيم الهجوم الشهير هجوم 20 أوت 1955 الذي كان له أثر كبير في التجنيد الشعبي من أجل معركة التحرير. وفي 20 أوت 1956 انعقد مؤتمر الصمام الذي وضع الهياكل التنظيمية للثورة، وعين زيغود يوسف عضوا بالمجلس الوطني للثورة الجزائرية مع ترقيته إلى رتبة عقيد في جيش التحرير وترسيمه قائدا للولاية الثانية. كلف مؤتمر الصمام القادة بحل المشاكل التي طرأت في بعض المناطق، فقد كلف الشهيد عميروش بحل المشاكل العويصة التي طرأت في الأوراس بعد استشهاد مصطفى بن بولعيد. أما زيغود يوسف فكلف بحل المشاكل في منطقة سوق هراس. وقبل أن ينتقل زيغود إلى سوق هراس فضل الذهاب إلى بيته لزيارة أسرته، فبقي هناك ليلتين. وفي يوم 27 سبتمبر 1956 خرج من البيت خفية إلى المجاهدين لتوديعهم، ورافقه 4 مجاهدين إلى المهمة التي كلفته الثورة بها، أين نصب له الجيش الاستعماري كمينا في الطريق فوقع شهيدا مع رفقائه. وشاء الله أن يستشهد البطل زيغود يوسف في وادي بوبكر، وهو المكان نفسه الذي استشهد فيه ديدوش مراد. رحم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته.